امبارح استنينا كلنا الإعلان الجديد عن التشكيل النهائي لحكومة المهندس إبراهيم محلب وأداء الحكومة لليمين الدستوري قدام رئيس المستشار عدلي منصور. ترددت أنباء عن إن في تأخير في الإعلان عن التشكيل الوزاري للنهاردة أو لبكرة، بس في النهاية تم القسم لليمين الدستوري للحكومة الجديدة امبارح الظهر، وكان المواطنين بينتظروا اكيد من الحكومه الجديده ان هي تحقق لهم على الاقل اهداف ثوره يناير وثوره يونيو اللي هي طبعا كانت عيش وحريه وعداله اجتماعيه. وقدام الحكومه في ملفات لازم العمل عليها على ارض الواقع، منها مثلا ملف وادي النيل وسد النهضه اللي اعلنت اثيوبيا الانتهاء من حوالي 32% من اعماله، واللي قال الخبراء انه هيؤدي لمواجهة مصر للجفاف المائي بعد 6 سنين. وكمان قدام الحكومة ملف مهم وهو الامن والقضاء على الارهاب وتوفير العدالة الاجتماعية. وزي ما احنا عارفين ان استقرار الامن بيعني ان طبعا الاستثمارات ترجع مرة تانية، يزيد معدلات او تزيد معدلات النمو. وكمان ملف في غاية الاهمية، احنا فوجئنا بملف الاستثمارات. فوجئنا مشاهدينا بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري بحوالي ساعة، حصلت اشتباكات وتصاعدت حدة الاشتباكات دي ما بين أعضاء الوايت نايت وبتاعت نادي الزمالك وقوات الأمن قدام استاد القاهرة. الأمر انتهى امبارح بأن تم القبض على عدد منهم. النهاردة هو أول يوم في عمر الحكومة الجديدة. المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بدأ يستعد للخروج بخطاب النهاردة يستعرض فيه خطة الحكومة الجديدة خلال المرحلة اللي جاية. الحكومة الجديدة شايلة لنا إيه؟ معاهم إيه عشان يقدموه للشعب خلال المرحلة القادمة، خصوصا أن الشعب بيستنى الكثير والكثير، وخاصة بعد حكومة دكتور حازم البلاوي. إيه اللي عند الوزراء الجدد عشان يقدموه للمواطن البسيط خلال المرحلة الحرجة اللي جاية؟ احنا معاكم هنستعرض دلوقتي الوزراء الجدد. هم 11 وزارة تم تغييرها غير الوزراء اللي تم الإبقاء عليهم وما زالوا في الوزارة من حكومة دكتور البلاوي. الوزراء الجدد: خالد حنفي وزيرا للتموين، وده خلفا لمحمد أبو شادي. خالد حنفي من مواليد 1965، أستاذ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ودكتور في الاقتصاد، حاصل على الماجستير في التنمية الاقتصادية والمجتمعات الجديدة من جامعة الإسكندرية. الوظائف القيادية اللي تولاها: كان رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. شارك خالد حنفي في مشروعات قومية كاستشاري، وأبرزها مشروع القومي للميناء والصناعية شرق بورسعيد ومشروع محور قناة السويس. الدكتور عادل العدوي: دكتور عادل هو وزير الصحة الجديد خلفا للدكتورة مها الرباط اللي كانت موجودة في حكومة القديمة حكومة دكتور حازم. دكتور عادل من مواليد أكتوبر 1949، يعني عمره بيتراوح حوالي 54 سنة. هو خريج كلية الطب جامعة القاهرة سنة 1980، حصل على الماجستير في جراحة العظام سنة 84، وهو أستاذا في جراحة العظام بجامعة بنها 2001، وهو مساعد وزير الصحة لشؤون الطب العلاجي والأمين العام لجمعية جراحة العظام المصرية. ساهم العدوي في إرسال قوافل طبية لعدد من الدول الأفريقية وعلى رأسها الصومال كنوع من دعم العلاقات الدبلوماسية بتلك الدول. الأستاذ الدكتور محمد شاكر، وهو وزير الكهرباء والطاقة. تخصصه ميكانيكا وكهرباء. المؤهل اللي حصل عليه
هو كلية الهندسة جامعة القاهرة سنة 68، حصل على الدكتوراه من جامعة لندن سنة 78. اشتغل دكتور محمد شاكر بالتدريس في كلية الهندسة، وبدأ العمل الاستشاري من سنة 82. أبرز المناصب والأعمال كانت عمل ان هو اشتغل مهندس استشاري لأكثر من 1500 مشروع داخل وخارج مصر، وعمل مع عدد من المكاتب الاستشارية العالمية، وهو عضو في مجالس إدارات مجموعة من الشركات والهيئات، ومنها المجتمعات العمرانية الجديدة والسكة الحديد وشركة تشغيل المترو والشركة القابضة للمطارات. شغل منصب رئيس جمعية خريجي هندسة القاهرة وأمين عام منتدى الهندسة الاستشارية ووكيل أول للنقابة العامة للمهندسين. نروح لوزير الإسكان مصطفى المدبولي، وهو خلفا للمهندس إبراهيم محلب اللي تولى رئاسة الحكومة. مصطفى المدبولي مواليد 1966، حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية، تخصصه هو تخطيط مدن من كلية الهندسة جامعة القاهرة سنة 97. حصل على دبلوم الدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني وإدارة العمران من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية روتردام بهولندا. أهم المناصب كانت المدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. والدكتورة غادة والي، وهي وزيرة التضامن الاجتماعي خلفاً لأحمد البري. حصلت غادة والي على ليسانس كلية اللغات والأداب والأدب من جامعة ولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 87. حصلت على ماجستير في الأداب والإنسانيات من جامعة أيضا كولورادو في الولايات المتحدة سنة 90. الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة منذ عام 2004، وهي مديرة لبرنامج هيئة كير الدولية في مصر من سنة 2001، وأيضا منصب كبيرة موظفين وقائدة فريق القروض الصغيرة ببرنامج تنمية المجتمع. وزارة العدل، المستشار نير عبد المنعم عثمان وزير العدل، هو من مواليد يناير سنة 1940، المؤهل كلية الحقوق جامعة عين شمس، ودبلوم في القانون الجنائي ودبلوم في القانون الإداري. المناصب اللي تولاها هي رئيس لنيابات جنوب القاهرة، محاميا عام لكل من نيابات الفيوم وأيضا نيابات شمال الجيزة، ونائبا لرئيس محكمة النقد ورئيسا لإحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقد. الدكتور هاني أدري اللي تولى وزارة المالية خلفا لأحمد جلال. هاني أدري مساعد وزير المالية الأسبق وهو ممتاز السعيد، استقال من منصبه قبل حوالي 6 شهور خلال حكم الإخوان بعد ما حاولوا تدخل في صلاحياته وسلطاته، حيث غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كان بيشرف على ملف المفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدوليين للحصول على قرض صندوق النقد الدولي. الدكتورة ناهد حسن حسين عشري، وهي وزيرة القوى العاملة، من مواليد 24/8 سنة 56، حاصلة على ليسانس حقوق من جامعة عين شمس سنة 79، وماجستير في التشريعات الاجتماعية ودكتوراه في نفس التخصص. أهم المناصب كانت رئيس قطاع شؤون الهجرة والمصريين في الخارج بوزارة القوى العاملة، وهي عضو سابق باللجنة الدائمة لإعداد الوظائف القيادية بالوزارة سنة 2013، وعضو باللجنة الدائمة لاختيار المستشارين العماليين بالوزارة 2013، وهي عضو أيضا في مجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية بالوزارة من 2012، وكذلك عضو في اللجنة التنسيقية للإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء والتي تعقد بوزارة العدل 2013. أما وزارة التعليم العالي،
الدكتور وائل الدبوي تولاها خلفا لحسام عيسى. تخرج سنة 75، حصل على الماجستير من كندا، وحصل على درجة الدكتوراه من نفس الجامعة. أهم المناصب كانت مساعد رئيس جامعة القاهرة للشؤون الهندسية وعميد كلية الهندسة بالقاهرة في الفترة خلال 2008. وزارة الإنتاج الحربي تولاها اللواء مهندس إبراهيم يونس إسماعيل. آخر حاجة تولى منصب رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات بالهيئة العربية للتصنيع. دول 11 وزير، دول اللي تم تغييرهم في الحكومة الجديدة اللي تولاها المهندس إبراهيم محلب.